اخوتي اينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مباشره من بربس اليوم راح نسجلوا فيديو مع خوتنا هنايا، تشوفوا قهوه تونس ناس الغرباء. السلام عليكم. السلام عليكم خويا صالح، واش راكم لاباس؟ انا جيناك في بربس. الله يسلمك خويا صالح. واش قلنا للناس يشوفوك؟ واش اخوكم موحد معنا جا معاكم هنا فحنا، وان شاء الله مع خونا صالح نحكي لكم ميساج شباب وعلى ربي ان شاء الله يا خويا صالح. لو كنت جيك لو كنت جيك خويا. السلام عليكم. نازي من لوساندي، سلم كاع على ولاد بلادي ناس لندن، وحنا رانا في باري مع خوتنا. هذه هي خويا صالح، ربي يحفظك يا خويا. خويا روجي. السلام عليكم. زينو من بوليا، سلم كاع على ولاد حمدي خويا وكاع ناس اوروبا خويا. ربي يحفظك. ربي يحفظك. شكرا صالح. صافا خويا. الله يلبس يا خويا. صالحنا بارك. حبي اسمع مي بارك الله فيك. صالح عندنا 5 سنين احنا نتحصوا عليك والله صالح. انا جيناك انا جيت صدفه يا خويا. صافي بليزير يا ربي يحفظك خويا. انت مرحبا بك عندنا. الله يكثر خيركم، راكم خاوه خاوه الله يبارك. صافا صالح. هذو كاع تاعنا. الله يبارك. الله يربي واحد القلوب ان شاء الله. انا اصقاوا عند خونا التونسي. هاد خونا التونسي. تونس ها تونس. انا خفت حشمان تصور. السلام عليكم خويا تونس. وعليكم السلام. لاباس الحمد لله ربي يوفقك. ربي ربي يعافيك. صافا صالح. الحمد لله صافي بليزير. والله الحمد لله يا صافي بليزير لقيناكم. انا هنا رانا في بربس، انا اخباري انا عايشين عايشين كما نقولوا الحمد لله يا خويا. ما نقولوش عايشين هاتيك هاتيك هاتيك، ما نقولوش ما نقولوا زعما ما كان والو، قلت ما متواضعين كل الناس الحمد لله، وما عندناش ما يخصناش. فان كيفاه ربي يعطيك. بارك الله فيك. كي عايش كما في البلاد كيما لهنا نحس رايجو كيف كيف، وقت نلبس مزيان نلبس هنايا وناكل مزيان ناكل كيف كيف، تما ماشي زعما افونسينا ولا تما كيف كيف. والله راسي كيف كيف يا ربي يحفظك يا خويا. لا لا الناس كيف كيف. حكينا قالوا لي ضربت ضربت طريق كبيره شويه بالحق حكي لوروب. حكينا شويه. هادي الرحله تاعي خليها 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 على ربي يا. انا كنت في لاكراسا بالك كان تاعنا تاع احنا في احنا يعرفوني بزاف. انا شفت في فيديو انا كنا في لاكراس ولاكراس كنا جينا نمشوا جينا على مقدونيا البانيا فكيفها خدمت تسمى واحد الرحلات انا باش نحكوا تسمى على مقدونيا البانيا ضد صربيا لا صربي لا صرب لا هنغري لا هنغري لا تريش لا تريش جينا جاي تسمى سقامت الطريق هذه سقامت كيما سقامت هي واحد 6 شهور يا الطريق غير 6 شهور برك تسمى صادف وخطره وراك خطره راك واحد الشرار فيها نسميهم لك ما في جوجل ما تقدرش تقرا صالح اسمع فيا ولحقنا الحمد لله يا خو سالمين. كاين ناس يا خو الله غير تقبلوا في الطريق، كاين ناس نعرفهم ماتوا، وكاين ناس يا خو الله غير كانوا يمشوا دايين جماعه لحقوهم لا في سبيل الله قبوهم لابوليس قالوا تما حراقه وراه مازالهم دوك في الحبس وعندي كونتاكت معاهم. واش مجاوب حال سوين وين؟ في صربيا ناس امباسيا في صربيا ثاني كاين تونا في صربيا كاين ناس امباسيا في لاهونغري صحابي يا خو وكل واحد وكيفاش متو كاين الحق كاين الحق كاين الحق انتيك بصحته كاين اللي تغبن يا خو في الطريق كاين الله غادي تغبنوا يا خويا صالح الله غادي تغبنوا يا خوتنا كيشوفوا هكذا يقولوا مسكين خلى يده كاين اللي خلى رجليه كيفاه وصل له؟ مع صحاب لاكراس على بالهم يا كيفاه صرالو؟ كيفاه خلى رجلو؟ تمشي في غابه في الليل تنطق عليك تمشي في غابه في الليل واش غاتشوف خويا واش غاتشوف؟ غابه ما عرفتش وين رايح تمشي تمشي وكاين اللي خطفات الحفره كاين بومبا 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 كاين واحد خرجوا ديب واحد خرجوا واش يا صديق خويا خو خرجوا اسمع فيا كيما قلت لكم واحد يا خو قلت لك خلى رجله واحد خلى يده كاين اللي خليناهم في السبيطار تما وكاين بزاف تاو احنا في البلاد نسمعوا بالحكايه تاع في الطرق واش كان يصراو الله فيها واحد جاري كاع يا خويا ما تقش اسمه مقعين له مصباطيه يا خو لحقت بها انا تما مصباطيه كاع مقطعين علاه دخل في الثلج دخل في الثلج شتو يمشي مشى واحد 3 كيلو ولا 4 كيلو في الثلج ما خلاص قلت لي بس قلت على رجلو ما نقدرش ينحياني نقول لك داو سبيطار كتصولو من جديد كيفاه يا خويا وكاين ناس نعرفهم سمعنا بهم ماتوا وبالك كانوا خاوتنا يشوفونا في الفيديو يعرفوا على بالهم بالحكايه صحاب لاكراس كاين اللي ما بانوش اه كاين اللي مسامعين بالحكايه سمع بزاف تاع لاكراس يا خوتي انا نعطيكم نصيحه لوجه الله يا خو نصيحه والله غير من قلبي يا خو ماشي سما انا كل واحد ربي يسهل عليه كما يقولوا اللي حاب يجي حرق ولا ماشي كيما يقولوا ما يتحمل مسؤوليته ما انا ولي امره فكيفاه يا خويا كاين فيزا ادفع كل الناس يعطوها لك اللهم بارك اروح يا خويا بقدرك فيزا لابس مليح اروح بقدرك انت هنا لورب جيب عزيز مقرب بقدرك في الطياره ولا ما كاش يا خو سي نافيكي عليها في البلاد خطيك من الطريق هذه الطرق هذو ما بقاوش يا خو
انا جينا شفنا وانا يا خويا اللي كذب عليكم ربي شاهد يا خويا اللي كذب ربي وشاهد انا شفنا ناس يا خويا راح عندهم باللي الله يستر لنا البلده تاع تالي بيت لاست والله ما يرحموا يا خويا قسما بالله ما يرحموا انا ضربت شوف ماشي اسمع شغل يا خويا كيما خليها على ربي 10 ايام باغ 10 ايام بحبس تاع صربيا 10 ايام اقسم بالله كون نقول لك كيفاش عقبناهم يا خويا صالح غير بقى يعطونا قرعه على تاي مرسوخه بزايده 10 ايام قريب منا اخو عندك قاعد ندعي ربي يصلي ليل ونهار يا اخو باش يطيقونا تنولي البلاد يا ربي مزيان من عاودوا رجعونا ويرجعوك عاودوا رجعونا لمقدونيا ماسيدوان كي ولينا ماسيدوان قلتها قاعد تمشي في وسط الغابه في الليل المهم يا اخو انا وليت قاعد نقول بلادي يا اخو والمهم دوك الحمد لله يا اخو ما علاش نقول ما على باش كيفاش منا شويه كوراج منا صحابي منا جينا هنا في باري ولا شوفوا يا اخو هذاك الوالو ناس دلالة في دلالة نافيكي تجيب في قول تاعها كاين كل واحد كيما شطار عطاك له كاين لو خدام كاين اللي ما عنده والو يا اخو كاين اللي ما والله غلط وخبز ما لحقوش يا اخو ما عندوش قاعد تشوفهم باين بلي الانسان فاهم كيفاه وكاين اللي جاي قاع في معرفه فهميتو انت فاهم كيفاه تسمى صادف وهذه غربه مكاتب وشنو انا حبيت لحد ميصا صغير يا اخو ماذا به اللي يحب يجي يا اخو هاي كاينه فيزا يطلعوا ناس فيزا تاع مالطا فيزا ما على بالش تدفع تاع اسبانيا اسبانيا راهي سهله اللي يمدوا فيها ادفع على ربي يا اخو تخسر 30 حاجه تاع قرايه تاع فيزا خفيفه ودا منا دوسي شباب منا واروح يا خويا كي تجي تشوف صح واش كاين تشوف كيما يقولوا تشوف لوروب هذه هنايا بارباز هذه وباري اللي بيهضروا عليها يقول لك زعما الناس ولي فوتو منهم على باليش راهم يديروا فيهم ناس في فيسبوك فهم كيفا هادو زعما لي فوتو زعما ناس بوزي زعما باري وغوتشي وديزل على بالي فهم كيفا تشوف اللي ما كان والو يا خو فهم كيفا نقولوا شحنا كاع الناس ما عندهاش ولا الناس كاع عندها كاين ناس عايشه صح عايشه بها عطات لهم الدنيا ورزقهم ربي يا خو وكاين ناس ما عندهاش يا خو ما كاش والله غير يخدم قاعد يخدم ليل ونهار باش يعاون دارهم يا خو في البلاد وكاين اللي يخدم على كل واحد كيفاه يا خو دوك ماشي الناس كاع كيف ربي سبحانه كيما يقول لك صباحتين خلق ماشي كيف سبحانه وتعالى وش راح نقول لك يا خويا صالح انا الطريق هذه طويله بزاف باش نحكيها لك يا خو بالك نعاود لها مره اخرى ان شاء الله نديروا لها واحد ثلاث حلقات يا خو باش نحكيها لك بالتفصيل كيما يقول واحد ثلاث حلقات وما هو يا ربي الا كملناها مو الطريق هذيك نورمالمون يا خو فري ماشي طريق تاخذوا راي خوتي يا اللي يحب يجي لورب والله غنصيحه من عند خوكم خطوكم بالطريق هذه قاسم من بلاد على غريس وبلغاريا والترك ولا غير خطيكم دفعوا فيزا ارواح والناس يجي فيزا راني كل يوم تلاقى سمعنا انا هنا كل يوم هنا باري بار بس تلاقى مع الناس تاعو على حواسين منا يجوا فيزا بقدرهم ادفع فيزا يا خويا عطوها لك اللهم بارك ارواح تشوف عجباتك هي حنا ما عجباتكش يا خويا تعاود تولي بلادك فيزا تاعك المره الجايه كي تعاود تدفعها يزيد يعطولك فهم كيفاه ما تحرقها ما والو عاود تدفعها دوزيام فوز يعطولك تروازيام وتلقى تلقى روحك هابط طالع نورمال فهم كيفاه اللي يحب يجي يا خويا نقولوا نصيحه لوجه الله غير خطيك يا خو لاخاطش الطريق هذيك صعيبه بزاف ولي بيس لي بيت لاست فري ما يرحموش يا خو يا خويا هذا واش نقول خاوتي وربي ان شاء الله يفرج علينا وعليكم ان شاء الله على كل واحد امين اللي كيما يقولوا خصاتو حاجه ربي يفرج عليه وان شاء الله لخاوتنا هنا لا مغبونين ربي يفرج عليهم باري ولا في لندن ولا في ايطاليا ولا في نابولي ولا اسبانيا ولا بارتو ولا في لندن يا خويا جميع واحد في قلبه حاجه ربي يفرج عليه يا اخو ان شاء الله ربي يسقو كوني توصاف يا ربي يسقو ان شاء الله واش حب يا هذا ما كان خويا صالح السلام عليكم وش لا لاكو شافا ان شاء الله السلام عليكم ربي يحفظك اخي كلمه الجماعه اللي يشوفوكم صالح خويا غربه ما يقرح لي هو مريش في الغربه كل واحد مكتوبه كل واحد يدير شي ربي طيحه ونوضه ورحمه ربي الحمد لله وسلم على والديه ولات حومتي بزاف وناس لندن كالعاده صح يعطيك الصحه خويا وزيد حبيت نقول ميساج صغير يا خويا كان بزاف حبابي مازالهم في لاكراس لحق لهم ميساج يا خويا نسلم عليكم بزاف وعلى بالي بلاك تشوفوا فيه الفيديو هذا تحنا في حنا تشوفوا بزاف على بالي بلي تبعوا بزاف صالح هذه 5 سنين وانا نحب نتلاقيت بيه يا الحمد لله يا خويا اليوم تلاقينا في قهوه على تاع خوتنا توانسا تلاقينا درنا فيديو يا خويا كما يقولوا نهدي تحياتي لحبابي راه في لاكراس حبابي راه في لاكراس راهم قاعد بلا بالاسف سردينا خويا عليل وكاين خالد كاين حليم كاين جيراني كاين في الانجليز عبدو كاين بزاف عباد يا خويا لي صوم كاين بزاف بلا ما تكرهم كاين بزاف يا خويا ولي في البلاد اللي في البلاد سيرتو اللي في البلاد سلم عليكم وفي خاطر مولوديا وشناوه
السلام عليكم صاحا صالح. السلام عليكم صالح خويا. مشي تونس رسالتك لداركم. تونس هذاك مش شرب اجمع وسير لا حلال هذه حلال سير وايا تونس. واش تقول الناس يشوفوك؟ خاطر الناس الشلف احلى ناس. هيا خويا تونس خويا تونس واش تقول؟ واش تقول لخاوتك يشوفوك؟ تحية الجزائر وتونس وتونس والمسلمين والجزيرية كلها. هيا صحيح صحيح. وقولوا مش بسوار برا تعبنا تعبنا برشا راه اليوم يجي تعبنا. لا 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 صحيح صحيح. تونس السلام لاباس الحمد لله. هيا السلام عليكم خاوتي. هذه كافيه الجيري تونسيان. صح اخويا صح تونس صح صح اخويا تونس يعطيكم صح خاوتنا. السلام عليكم السلام عليكم بارك الله فيك على الزياره. صح اخويا